حطني رقم واحد في القصير. أهلا بيكوا جاية في حلقة جديدة من قهوة التحليل. بعد غياب شهر بنعود من جديد لليوتيوب وحلقات اليوتيوب، ولكن النهاردة بنبدأ من نقطة مظلمة شوية. ما بدأناش من أوروبا، ما رجعناش من كلاسيكو، ما رجعناش من ديربي لندن، ما رجعناش من مباراة ليفربول أو ديربي مانشستر أو كل الكلام ده. كنت مستني لمباراة لنادي الزمالك، وقد كان مباراة الزمالك وبيراميد في نصف نهائي الكاس. انا مش عارف ابدأ لك منين ولا منين ولا منين. ابدأ لك من مشاكل الادارية ومشاكل الادارة وصفقات الكسر اللي جايبينها في الصيف ومش عارفين نجيب صفقات في الشتاء، ولا اقول لك على قرارات جيسفالدو فيريرا والاخطاء والغلطات اللي بيعملها في كل مباراة ومفيش اي تصليح، ولا من اداء اللاعبين السيء جدا 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 من بداية الموسم؟ اقول لك منين ولا منين ولا منين؟ تعال ابدأ لك واحدة واحدة. تعال ابدأ لك من الادارة، مش هقول لك اللعيبة، هجي لك اللعيبة والمدير الفني كمان شوية، ولكن تعال ابدأها من الإدارة. أمير مرتضى منصور ومرتضى منصور، الاتنين دول سمسرة، مش هقول لك بقى اقول لك دول بيخربوا النادي ودول فشلة، لا دول سمسرة. فكرة اللي انت لاعب زي سامسون إيكينولا يبقى لاعب قيمته السوقية 300,000 يورو او 300,000 دولار وتروح تجيبه بمليون ونص، يبقى انت كده واخد فلوس من وراه. حاجه معروفه يعني ا ب ا ب اداره اللي انت بتجيب اللاعب باقل سعر ليه، واللاعب على ترانسفير ماركت ب 300,000 دولار. فالفريق بتاع الفنزويلي اللي انت راح تجيبه من الدوري الفنزويلي مش هيطلب منك مليون ونص، لان انت مش راح تجيب هالاند، انت مش راح تجيب مهاجم فز، انت راح تجيب سامسون إيكينولا اللي جه ما جابش غير جون سموحه، وقلنا بس احنا جبنا مهاجم عملاق، وبعد كده ما شفناش سامسون إيكينولا ده بينزل في الملعب يبقى كمالة عدد، وممكن يبقى يكون كمان لاعب زياده عند فريق الخصم. فتجبت لاعب ما فادكش بحاجه، ده اللاعب سامسون إيكينولا. اللاعب الثاني زكريا الوردي جه لعب لك 7 ماتشات خسرك سوبر واتكل على الله، فسخ عقده وقال لك لا انا مش قادر اكمل في النادي ده، مش قادر اكمل في الاجواء دي، انا ماشي اتكل على الله. مرنا بقى بمصطفى شلبي، بعمر السيسي، مصطفى الزنار اللي بقتش يلعب، عمر جابر، وايه ده؟ ايه الصفقات دي؟ ايه الميركاتو ده؟ هل ده شكل فريق او ده شكل لعيبه هتجيب لك افريقيا؟ هل ده شكل لاعبين يجيبوا لك دوري السنه دي؟ اكيد لا، اكيد لا. اللعيبه دي بيبقى فيه ماتشات مش عايزه تجري، مش قادره، مش عايزه تجري، زي مباراه الاتحاد الاخيره في الدوري ومباراه النهارده ضد بيراميدز. انت بيراميدز داخل المباراه متقدم 1-0 اول 5 دقايق، جبت جون، وبعديها بخمس دقايق في اول 10 دقايق اتطرد من بيراميدز واحد، فالف به كوره انت تضغط وتدوس على بيراميدز عشان تقدر تجيب الجون الثاني والجون الثالث وتخلص المباراه. ولكن انت الشوط الاول بدات تضيع فرص كتير، بدات تضيع هجمات كتير، وجيت الشوط الثاني انت لعبت مش عايز تجري، مش عايز تلعب، خلاص انا كسبان واحد وفريق تاني مطرود منه واحد فاكيد مش هيرجع ماتش. لكن لا، انت رجعت بيراميدز للمباراه وخليت جيم باتشيكو يلعب مباراه على جيزفالدو فيريرا تدرس، ان انا هدي الريتم على مزاجي، اعلي الريتم وهديه على مزاجي، انا اللي اتحكم في الريتم وانا ناقص مني لاعب ومتاخر في النتيجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لعيبتي عندها الحميه اللي هي تضغط على حامل الكوره ونقدر تخلص منه الكوره، وفي الهجمات المرتده بلمسه والثانيه والثالثه لعيبه بيراميدز بتوصل لمرمى عواد. عشان ليه؟ لان عندك بقى النقطه الثانيه وهو جيزفالدو فيريرا. جيزفالدو فيريرا انت السنه اللي فاتت كان معاك سكواد نوعا ما ضعيف، لعبت 3-4-3 واكتسحت مصر، اكتسحت مصر. بيراميدز بتكسبه 3، بتتعادل مع الاهلي في السلام، بتكسبه في الكاس، وبتكتسح وبتاخد الدوري في نهايه الموسم. تاخد الدوري في نهايه الموسم. جيت الموسم ده قال لك انا هجيب لك صفقات وهجيب لك صفقات تقيله وكل الكلام ده. شفنا صفقات الزمالك ولا هي تقيله ولا نيله ولا سكواد يخليك تنافس على دوره رمضانيه. سكواد ما خليكش تكسب كاس مصر اللي انت لسه خارج منه. فجيزفالدو فيريرا سكت، ما اتكلمش، مالكش انا محتاج صفقات، مالكش انا محتاج مهاجم، مالكش انا محتاج لاعب نص الملعب، مالكش انا محتاج مدافع بدل الونش المصاب، مالكش محتاج باك ليفت او باك رايت بدل اللعيبه الموقوفه او اللعيبه اللي ما بتلعبش، مالكش محتاج جناح. كل ده ساكت جيزفالدو فيريرا. ساكت ليه؟ مش عارف. طب خلاص هو ساكت وهو راضي بالصفقات اللي معاه، هل عارف يستخدم الصفقات؟ لا لا، بتلعب 4-3-3 ولا بتنفذ اي نقطه منهم. انت ولا بتلعب 4-3-3 دفاعيه ولا 4-3-3 هجوميه، ولا بتضغط ضغط عالي، ولا بتلعب ضغط استباقي، ولا بتلعب ضغط متاخر، ولا بتلعب اي شيء. انت بتلعب ايه يا جيزفالدو فيريرا؟ بتلعب ايه؟ ايه خطتك؟ هتقول لي انت اللي بتنتقد جيزفالدو؟ انتقد جيزفالدو فيريرا،
ما هو بيلعب بيعمل حاجه غلط وفي عناد في الملعب. انا شايف ان في عناد من جوزفالدو فيريرا على طرق على طرق هو مصمم ان هو يلعبها. طب انت ليه مصمم؟ ليه بتلعب في عناد؟ خلاص الطريقه مش مناسبه، الطريقه مش كويسه، ارمي في الزباله والعب بطريقتك. الثلاثة أربعة ثلاثة اللي اكتسحت بيها العالم، لعبت بسيد نيمار ناحيه اليمين وكان عامل جبهه جباره مع عزيز السنه اللي فاتت، ما كانش حد عارف يوقفهم. لعبت الناحيه الثانيه، كان عندك بن شرقي وفتوح، بن شرقي مشي منك، عندك مصطفى شلبي تسنده بباك تقيل وراه اللي هو فتوح شلبي، او عندك ابراهيم النايل لما يرجع. خلاص مفيش مهاجمين، سيف الجزيري ذهنيا مش موجود ومستواه نزل جدا 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 عن السنه اللي فاتت. خلاص غير، سيف مش موجود، سامسون مش كويس، غير اسامه نبيه. اصلا يوسف اسامه نبيه بيلعب اصلا فيرويد، مركزه الاساسي فيرويد، جربه في الفيرويد مش تخسر حاجه. صعد حد من الناشئين، طلع مش عايز تجيب صفقه، ادارتك فاشله مش عارفه تجيب صفقه. خلاص صلح من غلطاتك، لكن انت كل مباراه عن مباراه نفس الاخطاء ونفس الغلطات ونفس العناد ونفس اللي انت اهم ميزه كانت عند جوزفالدو فيريرا ان هو بيقرا المباراه، بقرا المباراه، بيجي في الشوط الثاني يعمل تبديلات بتغير الماتش. ده اللي كنا بنشوفه السنه اللي فاتت، لكن السنه دي اللي انا شايفه بعيني ان جوزفالدو فيريرا ولا بيدرس فريق الخصم ولا وبينزل الملعب مش عارف هو عايز منه ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مش عارف يقرا الماتش. انت مش عارف مين يطلع ومين ينزل، مين يفضل في الملعب ومين تطلع من الملعب، انت مش عارف. النهارده جيت في الشوط الثاني حاولت التشكيل 4-4-2-3-1، دونجا وامام في نص الملعب قدامهم شيكابالا وزيزو يمين وشلب شمال ومهاجم سيف الجزيري. هل بقى في تغير؟ مفيش تغير. شيكابالا نازل مفيش مساحه، شيكابالا لاعب سنه كبر، فلما ينزل في المباراه بيبقى عايز مساحه علشان يقدر يسدد يعمل اوفر، مش عاوز التحامات بدنيه، مش عاوز ضغط نفسي، مش عاوز كل الكلام ده. انت نازلت شيكابالا النهارده ما فادكش. زيزو مش شايف من اول الموسم، مش شايف، والدليل على ضربه الجزاء اللي دخل يشوطها، ضربه جزاء داخل يشوط برعونه كبيره جدا جدا جدا. انت لاعب لو ادي المسؤوليه تخش تحط الكره في وش رجلك او ببطن رجلك في زاويه قويه وتخلص الماتش، حط الكره ببطن رجلك قويه في نص الملعب في نص الجون وخلص الماتش. لكن انت داخل وكانك بثقه زياده قوي داخل تحط بانينكا، طلعت منك زي الخرى وصدها الشناوي. الشناوي ما بيصدش ضربات جزاء وقعد مع الزمالك عمر كله، يعني قعد مع الزمالك بتاع 5-6 سنين ولا صد ضربة جزاء. جه النهارده صد ضربتين جزاء وخرج من الكاس. طب دي الاداره وده المدير الفني. اللعيبه تعالوا بقى يا شويه اشباه رجال، دي ما يتقالش عليهم رجاله، دي يتقال عليهم اشباه رجال. ليه اشباه رجال؟ لما يبقى فريق محتاج ضغط شرس من لاعب في نص الملعب وعمرو السيسي بيتمشى يبقى ده مش راجل. لما عندك في نص الملعب او في الهجوم في التلت الامامي عندك لعيبه عايز يضغط على الخصم بشراسه ومحدش بيضغط، زيزو بيتمشى وشلبي بيتمشى والجزيري بيتمشى، دول ما قلناش عليهم راجل. اللهم اللعيبه الرجاله النهارده في ارض الملعب كان دونجا وحسام عبد المجيد ومسلوسي، والشوط الثاني ابتدى يفوق امام عاشور شويه. غير كده مفيش راجل في نص الملعب، مفيش راجل في الملعب، مفيش راجل في الملعب. واللعيبه اللي بتنزل من على الدكه مش رجاله. العيال دي محتاجه شده ودن. العيال دي محتاجه شده ودن، خصم فلوس، وقف للعيبه ايا كان. لازم دول يتشدوا ودنهم زي ما عملوا مع جيمبا تشيكو السنه اللي فاتت في 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 بدايه الموسم ومشوا الراجل. النهارده عايزين يعملوا كده مع جوزفالدو فيريرا. لا يا فيريرا، سرح دول، قعد دول على الدكه والعب بالناشئين. خربانه خربانه مش مهم، مش مهم، شد ودن العيال دي. قلت لك العناد اللي فيريرا بيه عنده، محمد عبد الغني ده ما يلعبش كره قدم، محمد عبد الغني ده اخره يلم كوره، حطه على الدكه والعب بالزناري. انت جايب الزناري ليه؟ عشان تقعد على الدكه وتلعب محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد؟ خلاص ممكن جبت مدافع بقى وبتطالب انا عايز مدافع، عايز مدافع، انت عندك زناري على الدكه، العب بالزناري بدل حسام بدل محمد عبد الغني. طيب فتوح وعبد الله جمعه بقى لهم اسبوع بيتمرنوا، ليه ما لعبوش النهارده؟ ليه ما حدش فيهم دخل السكور النهارده؟ فتوح ليه ما دخلش السكور النهارده؟ وابتدت تحنكش وتلعب بحمزه المصاصي ناحيه الشمال وبعد كده بتنزل عبد الشافي. ليه كل ده؟ ليه العناد وليه القرف ده؟ ليه القرف ده؟ واللعيبه اللي طلعت عملت لك ليزر وخرع على دماغها قبل الماتش، والنهارده بينزل مصطفى شلبي مش عارف يقف على الكوره، مش عارف يباصي الكوره، مش عارف يباصي امتى ولا يشوط امتى ولا يرفع امتى ولا يجري بالكوره امتى ولا يقف. انت ايه؟ انتوا ايه؟ ارحمونا. الناس اللي بتلف وراكم مصر دي مالهاش حق عليكم، اللي انتوا تلعبوا برجوله علشان يكسبوا وعشان تكسبوا وتفرحوهم،
الناس اللي بتقطع من قوت شغلها ومن قوت بيتها وبتلف وراك، بتروح وراك اسوان وتروح وراك المحله وتروح السنه بريد الجونه وتروح السنه دي اسكندريه وتلف وراك الدنيا، ما لهمش حق ان انت تكسب تلعب برجوله. مش لك تكسب، العب برجوله يا اخي. لما تلعب برجوله اقول لك برافو عملت اللي عليك، لكن انت ما بتلعبش اصلا برجوله، ما بتلعبش برجوله. واحد زي عمرو السيسي يعني منك اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا سيسي؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ولا بتطلع الكره برجلك صح، ولا بتضغط صح، ولا بتشوط صح، ولا انت انت مش صح، انت مش ده اللاعب اللي جبناه من طلع الجيش. مصطفى شلبي انت مين انت مصطفى؟ عايز تاخد افريقيا مصطفى شلبي وعمرو السيسي وسامسون اكينولا مين دول؟ مين دول اللي عايز تكسب بيهم افريقيا وتكسب بيهم الدوري؟ انت الماتش الجاي ضد الاهلي هيكسبك سكور، الماتش الجاي ضد الاهلي الزمالك هيخسر سكور، وانا عارف انا بقول لك ايه. ضد بيراميدز هو نايس منهم لاعب من اول الماتش مش عارف تخلص الماتش، مش عارف تكسب الماتش، مش عارف تقرا الملعب وتنزل لعيبه تخلص الماتش. ازاي؟ ازاي؟ لعيبتك نزل الشوط الثاني مش عايزه تلعب، فالطبيعي ان بيراميدز يخش يجيب الجون التعادل وينهي المباراه ويخلص الماتش ويروح بيضربات جزاء زي ما هو عاوز. طب بيراميدز ناقص منه لاعب وبيهدي ريتم الماتش، انت كزمالك بتهدي ريتم الماتش ليه؟ ما بتضغطش بشراسه ليه زي الشوط الاول؟ ما بتقفلش مفتاح اللعب على لعيبه بيراميدز ليه زي الشوط الاول؟ الشوط الاول عملت شوط مثالي ما شفتوش بقالي كتير من الزمالك. قفلت على مفتاح لعب البيراميدز وما خليتهمش يحضروا وما خليتهمش يتدرجوا، وكنت ضاغط كويس وكنت بتضغط كويس وبتشتغل كويس. ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ وكان جوزفالدو فيرا في اوضه لبس نزل قال لهم ما تلعبش كوره، وقفوا في اماكنكم بقى واتمشى في الملعب. لان الله الزمالك داخل في مرحله محدش زملكاوي يحبها، داخل في مرحله محدش يتمنى يشوف الزمالك فيها، ولكن احنا على مشارف هذه المرحله. تخسر ماتش الديربي الجاي هتلاقي جوزفالدو فيريرا مشي، هيجيب لك مدرب مصري يوم والتاني، تجيب مدرب اجنبي كسر يوم والتاني، تجيب مدرب اجنبي غيره، ونفضل في نفس الدوامه بعد ما مشي جوزفالدو فيريرا 2015 هيحصل تاني السنه دي. لو في الاخر ذكر شخص واحد رايك انت في الكومنتس، عايز تعمل لايك اعمل، عايز تعمل سبسكرايب اعمل اللي انت عايزه. كان لازم اطلع في حلقه النهارده اطلع كل غضب اللي جوايا، لان فعلا كنت هموت لو كنت شفت الحلقه دي. كان معاكم مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.